يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. قبل ما أبدأ فقرة أخبار النادي، حابة طبعا أقول منتخبنا الوطني يعني هارد لك، خلتونا كلنا فخورين بيكم وشرفتونا طبعا في بطولة كأس الأمم الإفريقية. يعني يمكن خسرنا البطولة لكن كسبنا منتخب رجالة، إن شاء الله كمان هتعوضوها في التأهل لكأس العالم، شرفونا كالعادة الشهر القادم أيضا أمام السنغال. خلونا بقى دلوقتي نبدأ فقرة أخبار النادي، والبداية من ناشئين كرة القدم 2005 قدروا يحققوا فوز على فريق طلائع الجيش بالرباعية نظيفة، ده طبعا كان ضمن الجولة 16 من بطولة الجمهورية. يعني أحرز أهداف النادي الأهلي اللاعب يوسف عفيفي، لاعب أحمد فكري، عمرو خالد وإسلام عبد الله، وبكده يكون رفع النادي الأهلي رصيده ل 34 نقطة، إن شاء الله يستمروا على هذا الأداء. كمان سيدات كرة الطايرة النهارده هيكون عندهم مباراة أمام فريق الزهور، المباراة هتكون الساعة 4 على صالة الزهور ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني خليني أقول لكم إنه حتى الآن سيدات كرة الطايرة محققين العلامة الكاملة في البطولة، طبعًا يعني الحقيقة إن ده المعتاد من سيدات كرة الطايرة. كمان رجال كرة الطايرة النهارده هيستأنفوا تدريباتهم استعدادًا للمباراة القادمة، المباراة هتكون غدًا أمام فريق بتروجيت الساعة 4 العصر على صالة مصر للبترول، طبعا ده ضمن منافسات بطولة الدوري. الحقيقة ان ايضا رجال كرة الطايرة ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة الدوري. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة السلة، سيدات كرة السلة بيستأنفوا تدريباتهم النهاردة استعدادا لمباراة غدا، مباراة غدا هتكون امام فريق الطيران ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. حتى الان سيدات كرة السلة ايضا الحقيقة عاملين بطولة كبيرة جدا، يعني اخر مباراة قدروا يفوزوا على فريق الشمس، طبعا المباراة كانت يوم السبت الماضي، والحقيقة ان سيدات كرة السلة عملت مباراة كبيرة جدا. خلونا بقى اخيرا نروح للعبة كرة اليد، رجال كرة اليد النهاردة بيستأنفوا تدريباتهم بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة كان منحها الجهاز الفني، طبعا ده بعد التأهل لربع نهائي بطولة كأس مصر بالفوز على سموحة. المباراة القادمة هتكون يوم الخميس ايضا امام فريق سموحة، لكن هتكون ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هتكون اكيد مباراة كبيرة لان لسه مواجهين فريق سموحة، لكن رجال كرة اليد كالعادة ان شاء الله هيكونوا على قدر المسؤولية. اخيرا بقى نروح لسيدات كرة اليد، النهاردة هيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب على فترتين، الفترة الاولى هتكون تدريبات بدنية الساعة 5 على صالة الجيم، وبعد كده هيكون في تدريبات فنية بالكرة على صالة النادي الاهلي هتكون من الساعة 6 ل 8. يعني طبعا زي ما احنا عارفين ان سيدات كرة اليد عندهم فترة توقف، مفيش مباريات هذه الفترة، لكن هم بيستعدوا بشكل قوي جدا للفترة القادمة ولاستئناف المباريات اللي هيكون يوم 11/3. يعني طبعا بتمنى لهم كل التوفيق، وخلوني افكر جميع مشاهدينا انه سيدات كرة اليد حتى الان محققين الفوز في جميع المباريات اللي خاضوها هذا الموسم، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله زي الموسم اللي فات حققوا ثلاثية هذا الموسم. يعني دي كانت ابرز الاخبار. كمان يا نهواندو يا كريم خليني انقل لكم الاجواء من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة، زي طبعا ما عودناكم دايما في 10 الصبح في الاهلي، درجة الحرارة دلوقتي 17، الاعضاء بدأوا بالفعل التواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيرة، وفي سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية للنادي. يعني كمان قبل ما اختم كلامي طبعا حابة اتمنى لرجال كرة القدم كل التوفيق في مباراة غدا امام فريق بالميرس البرازيلي، ان شاء الله كمان يفوزوا في مباراة غدا ويتأهلوا لنهائي كأس العالم للاندية. يعني الحقيقة النادي الاهلي دايما علمنا انه مفيش مستحيل. يعني دي كانت ابرز الاخبار وكمان الاجواء من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة، والان العودة ليكم مرة اخرى في الاستوديو.